قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنجمة بالتنسيق مع أفراد فرقة حماية البيئة ومصالح التجارة بوهران بمراقبة مصنع كائن مقره بمنطقة حس البيوض بلدية الشحمي ولاية وهران مختص في إنتاج المشروبات الغازية الغير كحولية بكمية معتبرة من هذه المشروبات سعة 2 لتر جاهزة للتسويق والمقدرة ب 6176 قارورة من مختلف الأذواق و 427 قارورة سعة 1 لتر أين تم رفع مخالفات ضد صاحب المصنع والمتمثلة في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك فيما يخص المواد الأولية، عدم احترام إلزامية الرقابة المطابقة المسبقة، تفريغ المياه القادرة غير منزلية في الشبكة العمومية للتطهير دون ترخيص من السلطات المختصة. كل هذه الإجراءات اتخذت من أجل الحفاظ على الصحة وسلامة المستهلك خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.